صراع، لانه قريت خبر في غايه الاهميه، محتاجه اعرف منه تفاصيل اكتر. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا استاذ عادل. اهلا بحضرتك، اهلا بيك دكتور محمد. دكتور محمد، النهارده وزير الزراعه صرح اليوم بان هناك اصناف رز جديده هيتم زراعتها لزياده المساحات المزروعه بنسبه 25%. خلينا نقول انه ده خبر لطيف، لانه احنا كده بنزود مساحة الأراضي المزروعة من الرز في مصر، مش كده برضو ولا إيه؟ بالظبط كده يا فندم. الأول اسمحي لي أقول لحضرتك إن يعني أشير لحضرتك إن كان عندنا إشكالية في التوسع في مساحات الأرز المزارعة خلال العام الماضي. نعم. إحنا كنا زرعنا كان المقن المائي اللي كان مخصص لزراعة الأرز وكان 724,000 فدان، ده في العام الماضي. نعم. نظرا لبعض الأمور اللي إحنا بنمر بيها اللي مأثرة بشكل كبير على حصتنا من المياه، وخصوصا الجزر السكانيه اللي بيقابلها ثبات في كميه المياه اللي بتيجي لمصر. نعم. فبالتالي بيحصل انخفاض في المستوى اللي بياخده كل فرد من المياه. أيوه. طيب احنا علشان نتجاوز هذه النقطه فبدانا ان احنا نخصص كل الجهود البحثيه اللي موجوده عندنا في وزاره الزراعه. هي. علشان خاطر نتلافى هذا الامر. نعم. وعلشان خاطر نحاول نوجد حلول بديله لفكره محدوديه المياه خصوصا في زراعه الارز. تمام. ففعلا السنه دي بعد التنسيق اللي حصل مع وزاره الري، احنا كان المقن المائي المخصص لينا هو 724,000 فدان، فاحنا هنستخدمهم هم زي ما هم، لكن احنا عندنا صنفين جداد من الارز تم استنباطهم. الصنف الاول هو صنف من الارز بيتحمل الجفاف، والمقن المائي جفاف بيتحمل الجفاف. نعم. بيتحمل الجفاف، يعني بيتروى بميه تعادل تقريبا المقن المائي للذره مثلا. فده بيساعدنا ان احنا نقدر نتوسع، وده هيتزرع بمساحات يعني هيبقى له مساحه مزرعه بيها. كمان في صنف ثاني من الارز تم استنباطه، هو الصنف المتحمل للملوحه، وده هنقدر. طب عفوا يا فندم، الجزء الاولاني اللي هو بيتحمل الجفاف، مناطق زراعته هتكون فين؟ هتكون في نهايه الترع، يعني نهايه المناطق اللي فيها الترع. على نهايه على الاطراف بتاعه الترع، في المناطق اللي بتبقى بعيده عن المناطق اللي فيها المياه، بتبقى تمام. في جنوب الدلتا بشكل اكبر يعني. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، عندنا في الارز المتحمل للملوحه. الارز المتحمل للملوحه ده تم استنباطه، ده يساعدنا على ان احنا نستعمل اصناف من الارز لم نكن نقدر ان احنا نستعملها من قبل، يعني نقدر نستعملها. هتبقى جديده على السوق المصري يعني. بالظبط، ده اصلا ما كناش بنقدر نستعملها، دي هنبدا نستعملها يعني بشكل ثاني، وهنعيد استخدامها في زراعات الارز. نعم. فدي هتساعدنا ان احنا برضو نتوسع في المساحه المزروعه بالارز. عشان كده السنه دي هيبقى المساحه المزروعه بالارز هتبقى 1,075,000 فدان، يعني ضفنا مليون فدان المقارن بتاعنا على ال 700 وشويه اللي اوريدي كانوا موجودين. لا معلش، احنا عندنا 724 ده المساحه المزروعه بالارز. تمام. ده كان السنه اللي فاتت. نعم. السنه دي هي 724 برضه هي المساحه المقننه من وزاره الموارد المائيه والري، وبالتنسيق معاهم فتم اضافه المساحه الزياده اللي هي بتقدر ب 25% من 724. تمام. فاحنا بنتكلم في 1,075,000 فدان تقريبا هيتم زراعتهم بالارز هذا العام. أيوة. نظرا لدخول اصناف جديده اللي هو الارز المتحمل للجفاف والارز اللي بيتحمل للسكر. وده هيبدا امتى يا فندم؟ ويعني يعني هيتم الزراعه امتى للاصناف الجديده؟ وياخد وقت قد ايه؟ وامتى نلاقيه في السوق؟ محتاجين المعلومات دي سريعا نعرفها للمواطن. احنا بدءا من الموسم الحالي ان شاء الله هيتم التوسع في الزراعات بالصنفين الجداد. هي. وهيتم عمل حقول ارشاديه للفلاحين والمواطنين او المزارعين اللي مهتمين بزراعات الارز، هيتم عمل حقول ارشاديه ليهم بمعرفه المعاهد البحثيه المتخصصه في زراعات الارز، علشان نبدا نعمل تعميم للتجربه ونبدا نحاول نتوسع بشكل اكبر في زراعات الارز المتحمل للجفاف والارز المتحمل للملوحه ان شاء الله الفترات الجايه. ده يا فندم بيطبق في دول اخرى؟ هو ده استنباط من علماء مصريين، يعني مصرية الفكرة مصرية. بالظبط. نعم. مركز بحوث زراعية، معهد بحوث المحاصيل الحقلية، الحقيقة العلماء اللي فيه شغالين بشكل كبير على استنباط أصناف متنوعة. عندنا احنا الفترة الأخيرة دي احنا استنبطنا مجموعة من الأصناف الحقيقة، يعني لابد إن احنا نشير لهذا. مش بس رز، احنا عندنا رز، عندنا فول بيتروى برية واحدة، عندنا حمص بيتروى براية واحدة، عندنا مجموعة من الأقطان أو الأصناف الخاصة بالقطن اللي بتوفر حوالي 15% و20% من استهلاك المياه. احنا عندنا في تركيز كبير جدا في وزارة الزراعة وتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور عايز في أو نحقق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدتي الأرض والمياه. تمام. ده علشان نقدر نحقق التنمية المستدامة وتعظيم الإنتاج الزراعي اللي موجود عندنا في مصر إن شاء الله. تمام. بشكرك دكتور محمد القرش، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.